سلام حبيبتي، مرحبا بكم في اول لوكبوك لهذا الخريف. اخترت لكم اربع اطلالات ان شاء الله يا ربي يعجبوكم. اول اطلالة من شيك اند مودستي، اخترت لكم فستان لون تاعه اسود، طويل مريح. واش نقول لكم عليه؟ شباب شباب بزاف يهبل، والالوان اللي فيه تطريز هذاك اللي فيه عند الصدر وعند الاكمام، مصنوع باليد والوان خارفيه ولا اروع. نسقته مع حجاب تقريبا من نفس اللون من نفس الموقع، ايضا تلقوا في صندوق الوصف كاع الروابط الخاصه بهذا الموقع. بالنسبة للوك الثاني، اخترت لكم اطلالة تناسب اكثر البنات اللي في الثانوية او طالبات الجامعيات في السنة الاولى او الثانية. فريش، سبور بزاف ومريحة. تيشيرت القميص ولا جوب يعني التنورة كلهم جايين من موقع شيئين، حط لكم روابط في صندوق الوصف كما العادة. الإطلالة الثالثة كنت طلبتوها مني بزاف، كنت وريت لكم في مشترياتي من وقت التخفيضات هاد الجيلي متاع الصوف، وطلبتوا مني كيفاش تقدروا تلبسوه. اليوم راح نوريكم نلبسه مع حزام، نديره عن منطقة شوية فوق الخصر باش يحدد لي الطول تاعي، لان انا انسانة شوية قصيرة. وبالنسبة لتفاصيل اللوك تجدوها في صندوق الوصف. بالنسبة للوك الرابع والأخير في هذا الفيديو بصفة مختصرة، هو اللوك اللي عبر عليا أنا منى. نبغي بزاف هاد النوع من لي بونطالون، هاد النوع من لي او، والحجاب حاولت نسقه على حساب اللون تاع التطريز اللي موجود في الشميزية. البنطلون من زارا، شميزي من موقع شيئين، والحجاب شريته من كنت في عطلة في الجزائر. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم اللوكات الاربعة. قولوا لي في التعليقات اي لوك يناسب عمركم اكثر ويناسب جسمكم اكثر، وان شاء الله نشوفكم عن قريب.